الثاني معانا وهو زيري حمار. زيري حمار اللي هو الجناح اليمين اللي هو رقم 9، ده يعتبر يعني مميز قوي قوي بعرضياته، يعني عرضياته فعلا اوروبيه، عرضياته قويه. هو اكتر لاعب في الفرقه صانع فرص، ايوه يعني الجناح اليمين اكتر لاعب في الفريق صانع فرص، عامل كام فرصه؟ عامل 11 فرصه. طبعا دي مقارنه ما بينه وما بين رمضان، زيري حمار عامل 11 فرصه، رمضان عامل فرصتين بس. محاولاته على الجون تاني اكتر لاعب في الفرقه بعد يحيى شريف عامل محاولات، اذا ده يعتبر تاني اخطر لاعب في الجون بيوصل للمرمى في الفريق. نعم. ده مزبوط. عامل 12 محاوله ربعهم صح، بيعمل 3 محاولات كل 90 دقيقه، لكن يحيى شريف كان 4، فدي الاثنين دول خطيرين جدا. ولكن هو مهاري، يعني اكتر الاثنين الحريفه في الفرقه، رمضان صبحي عامل 10 مراوغات، وزيري حمار اكتر لاعب حريف هناك عامل 10 مراوغات ناجحه. طبعا الاثنين عاملين 8 اخطاء، وبالتالي زيري حمار هيلعب من ورا علي معلول، لعيب سريع، لعيب مميز قوي بعرضياته، مهاري دايما مهاري سريع ومهاري، وبيعمل عرضيات اوروبيه، اكتر لاعب في الفرقه دي بيعمل عرضيات زيري حمار، ومتخصص الضربات الثابته زي ما عندنا علي معلول، هم عندهم زيري حمار. زيري حمار مميز قوي بعرضياته، بيعمل العرضيه ليحيى شريف اللي مميز بضربات الراس، حذاري من زيري حمار ويحيى شريف. اللاعب الثالث اللي حضرتك اتكلمت عنه